سيدي هذا المشكل ديال هذه البنك هنايا هذه الثانيه مخطره ومورا تيوقع لهم كل السيركوي هنايا ديال الضوء. هذه واحد 3 سنين هنا قبل الكورونا كان وقع لهم واحد السيركوي هو لهذ الجهه وجاو بدلوا داك السلوكة وبدلوا كل شيء ولكن تنظن عاوتاني من نفس المشكلة شي ساعة ديما كدا وهي تتعوض يعني ديجا وقعت سماس كهرباء قبل واتصلوا بالوقاية المدنية برجال برجال راديف وجات وصوبت داك السلوكة وعاودتهم ورصاتهم وعاوتاني تنتفاجئوا بهذه المشكلة عاوتاني بجديدة عاوتاني ولا بهذا الشيء هنايا وشنو وقع دابا شعلات العافية ولا شنو كيديروا عاوتاني؟ ما شعلات العافية لا والو تخاخن السلوكة ريحة ديال الدخان تخاخن السلوكة العافية ديال السلوكة الناس اتصلوا بالوقاية المدنية جاو ما جاو ما صابوا والو حتى شي خصهم شي واحد اللي يكون اختصاصي في الكهرباء ولا يجيبوا الناس ديال الرضيف هما اللي يفكروا بهذا المشكل. أما بالنسبة لي المطافين ما عندهم والو مناطق العافية لا والو المشكل وقع في السلوكه ديال الضوء السلوكه ديال الضوء اللي عندهم المشكل فيهم تسيب النهار الاول فاش جاو دخلوا ربما داك التكنيسيا داك الانستالاسيون الانستالاسيون داك السيد اللي كملوا ما كملوش داك الشيء هو هذاك غادي يبقى هذا الشيء ديما غادي يبقى غادي مستمر مع هذا المشكل هذا. استاذ سمعنا القرار ديال البنك الشعبي قالت لك تعود استاذ اتصل بالوقايه المدنيه ولا الشرطه اسعاف يعني ملي جاو لقاو صعوبه جاو هاد شنو هو السبب دابا؟ انا في نظري يكون شي آلة حاسوب ولا شي حاجه هي اللي وقع لها مشكل لا كانت شي آلة يعني هذاك هو المشكل. ولحد الان شنو هي المعطيات شنو اخر المسجل؟ ما عرفتش شنو كاين؟ حاليا مازال ما عرفتش شنو كاين واش من الضوء ولا من الات الحاسوب ولا شي حاجه، يعني الدخان كاين والريحه كاين ولكن يعني السيركوي من هو الاصل ديالو مازال ما لقاوش.